وللمتابعة تنضم إلينا هاتفيا الأستاذة نيبال فرسخ المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. أستاذة نيبال، يعني جيش الاحتلال يواصل قصف المنشآت الطبية، اليوم خرج مستشفى ناصر عن الخدمة، ويضاف ذلك إلى سجل الانتهاكات للحقوق الإنسانية والأعراف والشرعية الدولية. في رأيك هل تنتظرون أي تحرك من منظمة الصحة العالمية حيال هذا الانهيار الكامل للقطاع الصحي في القطاع؟ يعني بكل تأكيد الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفيات بشكل متعمد وأخرج غالبيتها عن الخدمة. بكل أسف خرج مستشفى ناصر ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة، وهو المستشفى الأكبر في جنوب القطاع. الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذا المستشفى، كما أنه يواصل استهداف أيضا مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس. منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت مرارا وتكرارا من عواقب استهداف سلطات الاحتلال للمستشفيات، وجددت نداءاتها بضرورة حماية هذه المستشفيات والطواقم الطبية العاملة فيها. ولكن للأسف الاحتلال الإسرائيلي يصر على مواصلة كل أنواع الانتهاكات بحق المنظومة الطبية في قطاع غزة. نتحدث عن استهداف لهذا المستشفى، اقتحام للمستشفى، وحتى قطع التيار الكهربائي عن المستشفى. باتت الأوضاع داخل المستشفى مأساوية، ولا يمكن للطواقم الطبية الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية أيضا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي والأكسجين، ما أدى إلى وفاة 7 من المرضى استشهدوا نتيجة انقطاع الأكسجين بسبب انقطاع التيار الكهربائي داخل المستشفى. نتحدث عن لا طعام، لا ماء، لا مقدمات طبية ولا أدوية. اليوم أيضا مساء شارك الهلال الأحمر الفلسطيني بإخلاء الجرحى والمرضى من مستشفى ناصر. قامت طواقمنا، كانت جزءا من عملية الإخلاء، أخلت مركبات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني حوالي 14 جريحا، تم نقلهم إلى مستشفيات رفح. نعم، طيب السؤال الآن، التحرك الدولي، هل تتوقعون تحركا ما من منظمة الصحة العالمية؟ يعني هناك خطوات تجرى الآن في محكمة العدل الدولية، هناك يعني قرار منتظر بوقف لإطلاق النار، لا نعلم يعني مصيره حتى الآن. هذه التحركات في رأيك هل تلقى أي قبول، يعني ينهي هذه المجازر التي تحدث في قطاع غزة؟ يعني بكل تأكيد نحن نجدد نداءاتنا للمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وعاجل لحماية المستشفيات والطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة. الاحتلال أخرج المستشفيات عن الخدمة، خروج مستشفى ناصر اليوم يعني حرمان آلاف الفلسطينيين في جنوب القطاع من الحصول على الخدمات الصحية. اليوم هو أيضا اليوم 27 على التوالي لحصار واستهداف مستشفى الأمل التابع للجمعية. اليوم صباحا قام الاحتلال بقصف مدفعي للطابق الرابع من مستشفى الأمل، ما أدى إلى أضرار جسيمة في هذا الطابق بالإضافة إلى الطابق الثالث. هذه ليس القصف الأول، قبل يومين أيضا كان هناك استهداف بالقصف المدفعي للطابق الثاني في المستشفى. حتى هذه اللحظة يرفض الاحتلال السماح بإجلاء الجرحى والمرضى من ذوي الإصابات الخطيرة الذين حياتهم باتت بالفعل في خطر في حال لم يتم السماح بنقلهم لمواصلة العلاج في الخارج. أيضا يفرض الاحتلال حصار مطلق على مستشفى الأمل، الدبابات تتمركز أمام المستشفى من جميع الجهات، القصف بشكل دائم فضلا عن إطلاق النار بشكل متواصل على مدار الساعة على المستشفى بشكل مباشر، ما يعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر. داخل مستشفى الأمل أيضا الأوضاع مأساوية، يرفض الاحتلال السماح بإدخال الوقود رغم أن مخزون الوقود يعني بقي القليل القليل منه حتى ينفذ بشكل كامل. يرفض السماح بإدخال المستلزمات الطبية والأدوية وحتى الطعام الذي بات شحيحا، وبالتالي أوضاع صعبة ومأساوية أيضا يشهدها مستشفى الأمل، والذي بات بالفعل سيخرج عن الخدمة قريبا في حال لم يتخذ المجتمع الدولي
موقفا جادا في حماية المستشفيات العاملة كمستشفى الأمل، وأيضا توفير نعم. الحماية للطواقم الطبية العاملة به. أشكرك الأستاذة نيفال فرسخ المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.